المستشفى ما دخلش منارات متوسط. هذا مستشفى من بين المستشفيات ومن بين المرافق البنية التحتية اللي تبنيها وزارة الصحة على الصعيد الوطني. هذا المستشفى صحيح عرف تأخر، الآن تندركوا ماشي غير الآن، هذه منذ سنة أو أكثر. كل ما في الأمر حنا والناس اليوم مع الساكنة مع المنتخبين، ووعدنا الساكنة والمنتخبين والسلطات أن هذا المستشفى غيفتتح الأبواب ديالو أواخر هذه السنة. هو مستشفى ديال 45 سرير اللي غيكون فيه جميع الأطباء والممرضات والممرضين والتقنيين اللي خاص باش يتسير بطريقة معقلنة. اللي ثانيا هو مستشفى غيكون فيه جميع التخصصات، الأم والطفل، غيكون فيه الجراحة، غيكون فيه الطب، غيكون فيه الفحص بالأشعة وخاصة السكانير، الآلات البيوتيبية الحديثة، يعني مجهز من الطراز العالي. وغيكون غيفتتح مع الدياليز اللي غيكون حداه لاصقين بواحد الغلاف مالي ديال 63 مليون درهم. الان متواجدين، انا جيت اليوم في زياره تفقديه ميدانيه، بانوا لي الاشغال دايزين اكثر من 80% فيما والتجهيزات البيوطبيه اشتريت، يعني تخلصت غير تدخل تدريجيا. ونتمنى على الله انه مع المنتخبين وخاصه احنا المسؤولين انه الوعد ديالنا غنبقاو فيه اواخر هذه السنه يفتتح ويبقى يستقبل المرضى.